وحدة بشكل سريع أهم النقاط الرئيسية الموجودة. أول نقطة بتكلم فيها عن التوجهات المعاصرة في تعليم وتعلم الرياضيات. شوفي عندنا توجهات معاصرة، راح تلاقوا في الوحدة الثانية كمان بحكي عن أنتوا عندكم في الكتاب الجديد عن الـ NCTM National Council of Teachers of Mathematics، بتكلم عن توجهات معاصرة في تدريس الرياضيات، ما الجديد في تدريس الرياضيات. فأنا بعتبر أنه الوحدة الأولى والوحدة الثانية بتكلموا عن نفس الموضوع، اللي ما الجديد في تدريس الرياضيات. خلينا نمر عليهم بدون تفاصيل. أول شيء أنه الترابط بين الرياضيات والعلوم الأخرى، يعني لازم ترى أن الرياضيات لها علاقة ببقية العلوم، مش يجي واحد يقول لي والله أنا مش عارف هاي ليش بندرسها. يعني شوف أنت، الرياضيات لها علاقة بالعلوم أكيد، هاي يمكن كلنا بنقدر نجيب أمثلة عليها. تخيل الفيزياء والكمبيوتر بدون رياضيات تقدر تسوي شيء؟ مستحيل. طيب اللغة العربية وش دخلها بالرياضيات؟ هاي واحدة، أوزان الشعر، مخارج الحروف، هذه كلها ترى بيرمزوها ترميز. النقطة الثانية، وانتم هاي يمكن تكونوا تشوفوها غريبة شوي، العلاقة بين الرياضيات واللغة العربية أن الرياضيات أيضا لغة، في لها رموزها الخاصة وحروفها وكلماتها مصطلحاتها، وفيها قراءة وكتابة ومحادثة واستماع. انت لما تيجي تقرأ رياضيات ومش عارف تقرأ اللي مكتوب، طبعا مش رح تفهم. كذلك اللغة، لما تقرأ نص لغة انجليزية وانت ما تعرف انجليزي، مبهم بالنسبة لك. وكذلك الرياضيات. نيجي على الفنون، شو دخل الفنون بالرياضيات؟ هاي من التعريفات للرياضيات انها عبارة عن فن. بإيش؟ بأشكالها وتناسقها وألوانها وإلى آخره. احنا نطلع عليها كناس تعون رياضيات بلغة ثانية، ان الرياضيات هي فن بتراكيبها العقلية. يعني بتلاقيش تاع الرياضيات دائما ما شاء الله قاعد لي بحل هيك مخه كيف صاير، كأنه بركب شغلات جوا راسه. في ناس كثير فكروا مجنون لأنه قاعد يعني بفكر، هو شايف بناء جوا راسه بس مش مظهره. طبعا بالنسبة للدراسات الاجتماعية غالبا بالإحصاء، يعني الإحصاء هو فرع من فروع الرياضيات اللي يتناول أغلب مناحي حياتنا، وهو من أكثر موضوعات الرياضيات استخداما في الحياة العملية. يعني بشكل رئيسي احنا بنتكلم الإحصاء. نيجي وراها كفاءة استخدام التكنولوجيا، هاي التوجهات المعاصرة. شوف النقاط اللي بالأحمر هذول هن الرئيسيات. كفاءة استخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات. اليوم احنا ما في حدا بينكر انه التكنولوجيا الحاسوب والانترنت والتواصل عن بعد يعني ثورة، وكل يوم قاعد بيطلع شيء جديد، كل يوم شيء جديد. طب احنا نيجي نتكلم عن تدريس الرياضيات ولساتنا ماسكين الطبشورة والقلم وبنحكي نفس اللغة القديمة؟ طب كيف بدك تستغل وجود هذه التكنولوجيا كفرص لتطوير تعليم الرياضيات؟ وهذا التوجه الجديد الآن من خلال استخدام الآلات الحاسبة والحاسوب وشبكة الإنترنت. أنا هذا الكلام النظري بحاول أطبقه معاكم عملي من خلال موقع إدارة تعلمنا، من خلال ربطكم بمواقع عالمية أو مواقع محلية. هاي الجزء. الجزء الثاني حكينا التواصل عن طريق اللي هي المنتديات الداخلية، إن نعمل منتديات ونتناقش حول نقاط تطرح في المحاضرة أو خارج المحاضرة. طيب استخدام الآلات الحاسبة بعدين نحكي عنها. مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، هاي مهمة جدا ترى في التوجهات المعاصرة للرياضيات. الاعتقاد السائد سابقا أنه من لا يفهم رياضيات فهو لا يفهم رياضيات، خلص هو هيك. هاي والله أنا بذكر إحنا صغار، يعني دكاترتنا اللي درسونا رياضيات، طبعا خلفيتي رياضيات أصلا يعني بيور تخصص رياضيات. فلما يجي الدكتور تيجي تقول له طب الدكتور هاي منين إجت؟ كانوا مثلا الدكاتره المصريين هم اكثر شيء بنكتوا المصريين، يعني ايش يقول لك؟ يقول لك يا ابني ترجع لاول ابتدائي تدرسها تذاكر وبعدين تجيني هنا. لا لا هو مش عارف اصلا. لا لا بيعرف، محترف هو محترف، بس يعتبر انت قاعد تسال عن شيء تافه. يا ابني ده مش مكانك، شو اقول له؟ اطلع برا يعني. هذا انت ليش جاي الرياضيات؟ ما دامك انت مش فاهم هاي كيف اجت، ليش جاي على الرياضيات؟ يلا روح. طبعا بنتكلم عن طلاب تخصص رياضيات. يعني وانا لو مكانه بعمل زيه، هذا مش صحيح.
يعني انك انت تيجي تكون في مستوى جامعي ومتخصص في الماده وتسال عن اشياء اساسيه تماما في الماده. لكن احنا نتكلم عن الرياضات المدرسيه. لازم اني انا اتوقع اول شيء ان كل الطلبه اكتبوا هاي الكلمه هاي، كل الطلبه يمكنهم يتعلموا رياضيات. مش واحد ممكن يتعلم والثاني مش ممكن يتعلم، لا كل بيقدر يتعلم رياضيات اذا قدمت له بالاسلوب الصحيح. هذا رقم واحد. رقم اثنين انه لا فروق بين الذكور والاناث في تعلم الرياضيات. هاي المشكله مش وارده عندنا، وارده عند الغرب، لانه مثلا صفوفهم مختلطه فبيكون عندهم توقعات من الذكور اعلى من توقعاتهم من الاناث. وفي من البحث العلمي ما يثبت ذلك ترى في الرياضيات، في حل المساله واللي بسموها سبيشال سنس اللي هو الفراغي. طبعا هذا مش على اطلاق، ومش كل الذكور احسن من كل الاناث، ولا كل الاناث اقل من كل الذكور. انتبهوا للحكي، يعني في بتلاقي اناث ما شاء الله يعني مستوى على بشكل عام. الذكور بتفوقوا في حل المساله بالذات، خصوصا لما يكون فيها مسائل فيها تحدي. وانا بعدين بحكي لكم تجربه صارت معي انا واقعي، يعني انه بين ذكور واناث كيف كان الفرق في حل المساله. نيجي على في عندنا فئتين في الصف، فئه موهوبين وفئه ضعاف، اللي هو ضعاف تحصيل. يعني نتكلم عن ضعاف، نتكلم عن ضعاف تحصيل. ممكن يكون الطالب كويس باللغه العربيه، كويس بالتاريخ، لكنه ضعيف بالرياضيات. يعني مش انه يعني شطب، لا. الان في عندي طالب ممكن يكون موهوب بالرياضيات لكنه مش موهوب في ماده ثانيه. الان انت استاذ رياضيات داخل الغرفه الصفيه، عندك نوعين من الطلبه، زي اللي حكيت المثال قبل شوي، انه عندك كانت طالب بسرعه تخلص، واحنا لساتنا قاعدين بنبدا. طيب انت في الصف كاستاذ لما بيجيك فئتين مثل هيك، ايش بتعمل معاهم؟ ايش بتسوي معاهم؟ كيف بتصمم انشطتك وتدريسك بحيث انك تراعي اللي هو بسموه المكمون الابداعي اللي هو عند الطالب الموهوب، وفي نفس الوقت انك تمسك اللي هو المكمون الانشائي للطالب الضعيف، وفي نفس الوقت انت باقي الطلاب شو بيكونوا؟ طلاب عاديين متوسطين، كيف بدك تتعامل معاهم؟ هاي سؤال كبير، هاي مشكله كبيره صراحه. يعني فهنا يعني في ابحاث كثيره جدا تتكلم عن مراعاه الفروق الفرديه.